أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. صرح مصدر مسؤول يوم الثلاثاء أن رئاسة أمن الدولة في السعودية ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت وبحمد الله وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض بعملية انتحارية باستخدام أحزمة نسفة. ذكر مصدر أمني عراقي بشرطة الفلوجة اليوم أن أحد فرق الجيش تمكنت من تفجير مخلفات تنظيم داعش جنوب المدينة، وأضاف المصدر أن جميع تلك التفجيرات مسيطر عليها، مشيرا إلى أنها لم توقع خسائر مادية أو بشرية بصفوف المدنيين أو القوات الأمنية. قتل اثنان من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي أمس الاثنين في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار في محافظة البيضاء وسط اليمن. وبحسب البيان الذي نشرته وحدة مكافحة الإرهاب في اليمن عبر حسابها على موقع تويتر، أن غارات أسفرت عن قتل اثنين من القاعدة بعد أن تمت العملية وفق معلومات استخباراتية دقيقة على الأرض. أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء ارتفاع عدد لاجئي الروهينجا المسلمين الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة إلى 370 ألف منذ نهاية أغسطس الماضي، بما يفوق توقعات سابقة وضعتها المنظمة الدولية، ويفوق هذا الرقم تقديرات سابقة للمنظمة الدولية توقعات فرار 300 ألف من أفراد أقلية الروهينجا، ووضعت الأمم المتحدة خطة إغاثية وفقا لهذا الرقم. رحبت كبرى الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الثلاثاء بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، بما يشمل حظرا على صادراتها المربحة من النسيج ووضع حد لإمداداتها بالوقود، وذلك بعد إجراء الشمال تجربة نووية سادسة. قالت اليابان وكوريا الجنوبية بعد تمرير القرار إنهما مستعدتان لزيادة الضغوط على بيونغ يانغ، إذ رفضت الكف عن تطوير أسلحتها النووية وصواريخها البالستية. قتل شخصان وأصيب ستة آخرون الاثنين في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو. وأفاد المتحدث باسم الشرطة الصومالية إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث بعد، إلا أن أصابع الاتهام تشير عادة إلى حركة الشباب المتشددة التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.